وكانت يعني اول تجربه لإلي بهالدومين يعني بعد مسلي بان. ف يعني حبيت فوت بشيء تو تيست تشوف انه كيف رح كون، وكانت فوته كثير حلوه انا بعتبرها، وكانت وفدتني لإلي اني فوت هيك بشيء صغير اطلاله خاصه تأنا يعني تشوف انا كيف ردت فعل العالم. فبالعكس انا لقيتها كانت خطوه ذكيه واخذت الهيبه كلها من تيم حسن. لا ثانك يو. هيدا الجزء عمل جدل كثير كبير فاليريا على كل الاصعده. اولا البعض قال انه ما نجح مثل الاجزاء الاولى، يعني تحديدا الجزء الاول والنجاح الكبير يلي صار مع نادين نسيب نجيم، بتوافق الراي؟ هلا اكيد سيزون 1 هي الانجح لانه كان بعده شيء جديد على المشاهد، وبكل سيري بتشوفها هي اول سيزن انجح وحده بتكون، لانه بيكون كل شيء جديد، بتكون قصه جديده، في حماس اكثر. فبس انت تتعرف على كل الشخصيات صعب انك تكمل فيها على نفس الريتم. بس انا بلاقي انه الهيبه كمل على نفس الريتم وعلى احسن، وكان كل مره عم بلاقي نجاح كثير كبير. يعني مزبوط يمكن في جزء ما بتحب تكمل، هو لانه هي يمكن بتزهق من نفس الشخصيات ولا من نفس القصه، بس انا بلاقي انه كل المسلسل بكل اجزائه مع الختام يلي هو الموفي، لو ما كان ناجح ما كان كمل، يعني ما كانوا كملوه، ما كان في له شعبيه هالقد كبيره. المنتج لما يشوف شخصيه فاليري ابو شقره بشوفها صبيه حلوه ناعمه، قد ايه برايك هالامر بحد المخرج بدور معين بيعطيه لفاليري ابو شقره؟ يعني دائما عم نشوفك انت الصبيه يلي بينعجب فيها البطل، يعني شفنا مع قصي خولي، شفنا مع بس في النهار، في شفنا مع تيم، في مسلسل، في قصص عم تنعرض بلبنان ما فيها هيدا الشيء. هيدي بكل قصة ما بيزعجك هالامر؟ لا، لانه بكل مسلسل ان كان بلبنان ولا بدول عربيه ولا برا في قصه حب. يعني هول المسلسلات اللي اكثر شيء مطلوبين، انه قصه الحب، قصه الاعجاب، لانه اكثر شيء العالم they relate to it هي قصص الحب. فمنا ابدا ما باخذها شخصيه انه لانه انا ولا لانه لا، هيدي قصه مكتوبه، وبكل مسلسل في قصه حب. يعني اكيد في مسلسلات بيكونوا غير ستيل، بس اللي عم بينعرضوا واللي العالم عم بتحبهم هن مبنية على إعجاب، حب، علاقة، هول القصص. ننتقل لمسلسل ما فيه عام 2019 عام 2020 من حب وغرام مع تيم حسن لحب وغرام مع معتصم النهار. منك حاسة، يعني خلينا نكون واقعين، منك حاسة المنتج أو المنتجين يلي عم تتعاملي معهم راسمين لك خط محدد؟ يعني خليني اعطيكي مثل اكثر. مثلا في النجم شكرًا مرتجى بتقول انا يا ريت يوما عطيوني دور حب، دائما بيرفضوا انهم يعطوني دور حب بسبب شكلي. انت كمان لانك حلوه يمكن بيعطوك هيدا الدور، ما بتحسي بعدين انه تنأذى مسيرتك اذا دائما رسموا لك هالخط؟ ليك هون على الممثل هو يعرف يدرس خطه. يعني مزبوط يمكن بقول لك بس يشوفوني مثلا بيقولوا خرجه انه يكون في شيء رومانسي حواليها، القصه قصه حب وهيك، ومين قال لك انه انا كمان ما بطمح انه اكون بمسلسل ما له علاقه بالحب؟ 100% لانه هالامر بحد من قدراتك. مزبوط. فهون هون بدها تعرف هي الممثله وين تحط حالها. يعني هي ما تقبل دائما بهول الادوار، تقترح ادوار جديده، تقترح على المنتج ولا على المخرج انه انا قادره اعمل هيك. هلا في ممثلات ما بيقدروا، ما بيلبق لهم، يمكن انا ما بيلبق لي اعمل غير هيك. فهون كمان يعني هي عليها تعرف تنقي. يعني الممثله شخصيا هي بحد ذاتها بتلعب دور كثير كبير، يعني مش دائما المنتج ولا المخرج فيها تقول لا. يعني الممثله فيها تقول لا انا هيدا دور ما بدي، مش اذا اجاني دور يعني خلص هيدا هو وانا بدي اخذ الدور لانه بدي اطلع على التي في. هون بدها تعرف الممثله شو اللي بيلبق لها، اذا قالت ايه هي عم تاذي مسيرتها ولا لا. مش غلط تقول لا على مسلسل اذا شافت حالها عم بتعيد حالها. رفضت كثير نصوص بهالفتره القصيره؟ اكيد. يعني مش بس بهالفتره، هو من دائما في نصوص عم تجيني انا ما عم برفضها، مش لانه النصوص منا حلوه ولا لانه انا يمكن ما بشوف حالي فيها او بكون انا مشغوله بشيء ثاني ولا هيك، بس اكيد في قصص انا برفضها لانه ما بلاقيها بتشبهني ولا انا على بالي كررها او اعملها. مثل ما انا كمان اوقات بحب بطلب انه لا شوفوني بغير شيء، عبالي هيدا الدور،
عبالي بين هيك، ما عبالي بين هيك. وهون كمان الممثلة إلها حق تطرح أفكار جديدة عبالها هي تعملها. تكررت رجعت تجربتك مع معتصم النهار بالبطولة بالجزء الثاني من المافية. حسيت إنه الجزء الثاني أخذ الانتشار اللي أخذه الجزء الأول؟ صراحة إيه، كان الجزء الثاني كمان عمل، يعني أنا بالنسبة إلي وبعرف من ردة فعل العالم اللي بلتقى فيها اللي بشوفها، لأنه بتعرف مش دايماً السوشيال ميديا هي ريبير، إنه مين ما كان بيطلع بيحكي، مين ما كان ما بقى في إلها كتير مصداقية. فحمد الله بلاقي إنه عن جد ما في عمل حالة كتير حلوة، وأنا فخورة فيها، يعني فخورة أنا كنت جزء من هالمسلسل الحلو اللي العالم تعلقت فيه، القصص اللي كانت موجودة فيه، الإخراج، التصوير، كان بالنسبة لي كان عمل كامل وسلس على الناس، وفيه قصص حب وبالفعل حقق نجاح كتير كبير، وحقق مجال، وإلا ما كان بينعمل سيزن 2 و60 حلقة، يعني 60 و60 يعني 120 حلقة تتصور وكمل، يعني أكيد حقق نجاح. من بعد النجاح الكبير اللي حققتيه بما فيه، صار عندك شروط إضافية بتفرضيها على المنتج؟ بعد حيلة تجربة، إن كان بالتمثيل ولا بغير، الإنسان بيعرف حاله أكتر، بيصير متطلب أكتر، بيصير سيريس أكتر، وهيدا اسمه نضج يعني. فأكيد إنه بعد كل تجربة عملتها بحس أنا حسن حالي، تحسن صورتي، تحسن شغلي، أكيد بيكون في طلبات معينة، بس تقلك إنه صرت متطلبة وبدي، لا، كله بيرجع لصالح الشخصية اللي عم بلعبها، ولا لصالح مسيرتي أنا، يعني مش قصص. أجرك ارتفع؟ عادي، يعني ما يعني ما ضروري تسأل السؤال، بس لا إنه عادي عادي، ما في شيء ما في شيء. شو هو الدور يلي بتقولي ما في أقبله كرمال زوجي؟ ما في أقبله كرمال زوجي؟ بكل صراحة وشفافية، بصراحة إذا في دور جريء كتير، يعني من أي ناحية؟